السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف أصدقائي؟ معكم نايم من قناة نيمو. اليوم نزلت لكم مقطع للتحدي اليوم الرابع مع تحديات الكريسماس أو تحديات الشتاء. التحدي المطلوب هو بدك تبحث عن اللج الرابع أول شيء كالعادة، اللج الأولى تمام، نعملها مع بعض، نعمل فيزيت للج ونشوف هديتنا لليوم. هلا بنشوفه مع بعض، بنجربه. شفتوا بني بالهدية طلعت صوت اللي هي صوت قنبلة الرأس اللي هي تبع الديسكو اللي بترقص الأعداء ديسكو، طلعت صوت على هاي القنبلة أول ما هزيت الهدية. تمام، فوت على الجراب هاي بندوس هي. تمام، نطلع نشوف الاكس اول. حلو، طبعا طبعا. والمهم نشوف المهمة، والمهم انه هي بدها تتخبى جوات السنيكي سنومان اللي هو رجل الثلجي مرتين، او تلبسه او تخبى جواته مرتين بديفرنت ماتش، بماتشات مختلفة مو بنفس الماتش. يعني فوت جيمين تيم رامبل مثلا، خد السنو مان اللي هي بترميها وبنزل رجل تلجي، فوت فيه مرتين وطلع ماتشات مختلفة، هيك بتكون خلصت المهمة وبتاخد هاي الرقصة. حلو، هاي كان مقطعنا اليوم، وانا بعرف مقصر بالفيديوهات وهيك ومتأخر بالفيديو اصلا هو نفسه، بس يا ريت لانه عندي شوية شغل وضغط وكريسماس وراس سنة، وان شاء الله سنة سعيدة على الجميع تكون، وان شاء الله بس نخلص الضغط هذا والشغل برجع كل يوم فيديو جديد مع التحديات مع الجيم بلاي وكله ان شاء الله. وشكرا اذا كملت الفيديو للاخير، ويا ريت ما تنسى تدعمني باللايك والاشتراك وانشر المقطع بين اصدقائك، وشكرا للمشاهدة.